السلام عليكم ورحمة الله، معاكم أسماء محمود، معيدة بقسم علم الحيوان تخصص فسيولوجي كلية العلوم جامعة بني سويف. إن شاء الله النهاردة هنبدأ تجارب اليورين، وهنبدأ بجزء الباثولوجيكال تيستس اوف يورين. أول تجربة معانا هنعمل ديتكشن اوف بروتين ان يورين. نبدأ كده نشوف البروسيدور. عندنا تيست تيوب هنبدأ نحط فيها 10 مللي من اليورين، ونبدأ نعمل عملية بويلنج للتوب اوف لير. تمام، التوب لير لو لاحظنا فيها يبدا يتكون وايت كواجيولم. تمام، بعد ما نبدا نشوف ان فيها وايت كواجيولم نبدا نضيف اسيتيك اسيد 10% دروب باي دروب. لو لاحظنا ان الوايت كواجيولم ده نود السولفت تبقى هتكون الريزلت ان ايه البروتين از بريزنت. نبدا اول خطوه معانا في التجربه، هنضيف 10 مللي من اليورين. تمام، بعد كده نعمل لها بويلنج. هنبدا بقى عمليه التسخين. زي ما حضراتكم شايفين ان احنا المفروض هنسخن التوب لاير كده. الوايت كواجيولم بدا يتكون اهو. نبدا بقى نضيف الاسيتيك اسيد دروب باي دروب. نبدا نضيف الاسيتيك اسيد دروب باي دروب على الجدار. تمام، لاحظ ان الوايت كواجولان نود السولفيد. دي كده الاوبزرفيشن بتاعتنا، وبالتالي هتكون الفاينل ريزلت بروتين از بريزنت. ثانك يو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.